السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة الزمالك والمصري شهدت أحداث كتيرة، مباراة لسه حاليا في الشوط الأول، وبنتكلم عن حكم بيحسب ضربة جزاء لنادي الزمالك عن طريق الفار لمسة يد، هاي ضربة جزاء صحيح، ونادي الزمالك بيتحسب عليه ضربة جزاء برضه عن طريق الحكم وبيرجع للفار ضربة جزاء صحيحة، ودي فضيحة من ضمن الفضائح التحكيمية اللي بنمر بيها بقالنا 3 ماتشات لنادي الزمالك. الحارس الزمالك بيتحسب عليه ضربة جزاء عن طريق كرة شاطت وردت من وينش في إيد محمود علاء، والحكم بيرجع للفار وبيلغي ضربة الجزاء. ومش هنقف لحد كده ومش هنتكلم عن الفضائح التحكيمية لحد كده، ولكن فرجاني ساسي بيعترض على الحكم في كورة، فالحكم بيديله انذار. فطبعا بعد ما طبعا رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور مدى التصريح للعيب لما الحكم حط ايده على وشك تضربه بالقلم، فاحنا شفنا النهارده ان فرجاني ساسي بيضرب بكل انواع الاحترام والادب واحترام الريفري والحكم اللي موجود في ارض الملعب، وبيشد السماعه بتاعت الحكم ويرميها، وبيعترض باسلوب لا يرقى الى كرة القدم ولا الرياضة. يعني الحكم بيحسبش عليك فاول، بتعترض عليه، ماشي اعترضت عليه اداك انذار، بتكمل اعتراضك عليه لدرجة ان هو بيوصل لمرحلة انه يطردك. ومش بس كده، انت بتكمل اعتراضك بتضرب زمايلك او بتزق زمايلك، بلاش اقول بتضرب زمايلك ديت عشان ما نبقاش بنقول كلام كده، بيزق اشرف بن شرقي على اوباما على الناس دي كلها ومش همه حد، وبيروح للحكم بيشد السماعة يرميها وبيتطاول على الحكم. فضيحة كروية جديدة من الزمالك وإدارة نادي الزمالك ولاعيبة نادي الزمالك. شفنا الكلام ده من ساسي قبل كده مع لاعيبة الزمالك، والآن شفناه على الحكام. مش هنستغرب إن ده بيحصل في مصر من نادي الزمالك، لأن رئيس النادي هو اللي أباح للعيبة. لما قال أي لاعب أنا مديله تصريح إن المدرب الحكم لو حط إيده على وشك اضربه بالقلم، وده مباح في نادي الزمالك دلوقتي. فرجاني ساسي تطاول على الحكم، مد ايده عليه، شد له السماعه ورماها، وما الخفيه كان اعظم، ما احناش عارفين كمان كان بيقول له ايه في ارض الملعب. الزمالك بيلعب دلوقتي من بدايه الدقيقه 38 تقريبا لحد نهايه المباراه، مطرود منه فرجاني ساسي نظرا لسوء السلوك في الملعب، وطرد فرجاني ساسي فضيحه جديده وكارثه جديده من نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك. بطلها فرجاني ساسي اللي بقول لكم مش هيكمل في نادي الزمالك، وعايزين بقى نشوف اتحاد الكوره اتذكر وهو بينفذ عقوبته، لا هيحصل حاجه ولا هتبقى في عقوبه على ساسي ولا حتى هنشوف ايقاف ماتش واحد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.